نورتونا وشرفتونا، نورتنا دكتور هشام وسعدنا بهذا اللقاء سعاده غامره. والحقيقه النهارده اضافت لنا اضافات كثيره جدا، يعني لو قلنا 1 2 3 تقولها لنا النهارده الاضافات اللي احنا طلعنا بيها النهارده. الاضافات النهارده نقول ان انا اي عيان شخير اوعى تفتكر ان ده موضوع بسيط. شخير متحرك. اوعى دي بتاعتي يا باشا. والله اوعى تفتكر ان جسمك مش هيحاسبك. خلاص ما توعاش. الشخير متحرك بيبدا من شخير وسريعا جدا ممكن يؤدي الى غيبوبه. النهارده دوكيومنتد حاله عندنا بتقول ان انا دخلت في غيبوبه. طبعا دي مخيفه. طبعا. اتنين، الفضل ربنا العمليات بتنجح 100%. الأسرة بتتغير شكل حياتها، الشخص بيبقى بينتقل من حياة، أنا مش عايز أقول لحياة، يعني بينتقل من حياة لحياة تاني خالص. أنا سعيد النهاردة إن الأستاذ محمد بالأسرة بالولاد ما بيحكوا لي قد إيه النهاردة هما بقوا مرتاحين نفسيا، قد إيه هو بقى مرتاح والمدام بتاعته بقى مرتاح. لو تشوف حياتك وهي جاية، أنا النهاردة يعني أنا عايز أقول إن 90% من حالات الشخير ما بيجيش لوحده، زوجته بتجيبه. النهارده زوجة الأستاذ محمد أنا بقوله يعني أنت يعني لك أن تفخر، ويعني يعني الفضل بعد ربنا ليها إن هي اللي جايباه وقالت له أنت هتعمل عملية الشخير، لأن هي شافته بيموت قدام الزوج المصري الأصيل. بالظبط. نورتنا أستاذ محمد، سعادة كبيرة بزيارتك النهارده أستاذ محمد إسماعيل، وطبعا زوجتك يعني الطيبة جدا الأستاذة دعاء حسن. نورتينا أستاذ دعاء ومشكرين على يعني الشهادة الطبية المهمة جدا سمعناها النهارده، لأن لازم نسمع شهادات طبية في حالات بتحكي التجربة، لأن ده مهم جدا جدا. في أنا في رأيي إنه الإعلام لا يستقيم الا بسماع هذه الشهاده. خليكم دايما مع الناس الحلوه.